الليد انديكيشن بس على مره سريعه كده. قلنا الليد انديكيشن عشان اقدر عشان مثلا خلينا هنا في انت دلوقتي في قلت باشمهندس عبد المجيد قلت في نوعين من الليدات، واحد مع الباينري انبوت وواحد مع الباينري انبوت. لا انا بقول شغل كده قوي لازم عشان الليد ده يعمل له اساين لازم يكون ليه يا اما في الاب بتاع الاوتبوت اوريدي موجود غير كده ما تعرفش تعمل اساين يعني يكون مستخدم حاجه عشان اطلعه بالظبط كده. يا هنا يا هنا لو مستخدم حاجه هيطلع لي في الاوبشن بتاع الليد بالظبط كده. ماشي مثلا زي دي كده مثلا انا دلوقت في A601 اوكي انا عاوز هروح انا الفيو او الكونفيجريشن هخش في باينري مديول هروح على الاوتبوت A601 ماشي عاوز احط هنا اوتبوت عاوز احط اشاره الاشاره ديت ليد انديكيشن ليد انديكيشن لا الاشاره دي في الاوتبوت تمام عشان اقدر اعمل لها بعد كده في الليد انديكيشن ماشي هتعمل له ني سيجنال external reset external reset مثلا ده الاول ما فيش external reset خلاص. طيب مثلا لو رحت انا رحت هنا A601 وضغط في اي حاجه هنا حاجه اسمها external reset ما فيش ليه لان انا مش عامل لها اساين في الاوتبوت او حاجه موجوده في الانبوت او حاجه على كل بي يونت على حده كل بي يونت كل حاجه لو انت بصيت هنا ايوه ما كل بي يونت موجوده يا محمد لوحدها فيها ليدات لوحدها بص يا محمد ما فيش قصدي مش السيستم كله يعني ما اقدرش اخد من المين احط هنا لا 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 بص يا محمد انت في هنا حاجه اسمها ايه ادي الباينري انبوت اوت صح كونفيجريشن باينري مديولز خلاص لو انت رحت على اوفر فيو كل حاجه كل البي هنا كل واحده بتعمل لها اساين للانبوت اوت بتاعها فقط البيهات اللي عندك ايوه لكن الليد قصدي الليد ما اقدرش اخد اشاره من مثلا يعني ده سيستم كامل من المين لا حاجتها كلها بتاع يا بي ليد مغلقه على نفسها انبوت اوت والليد مغلق على نفسه لا مش مغلق الشبكات طيب. مش مغلق بص يا محمد في السيستم ده هو سيستم واحد الداتابيز وداتابيز واحد ماشي لكل البتاع الداتابيز ده بتبقى موجوده على البي سي يو هنا تمام ماشي خلال فايبر اوبتيك ده كل واحد ده كل واحد بيعرف الداتا بي A601 ده الانبوت ده الاوت بتاعها فقط خلاص ماشي انا مثلا عاوز اعمل اساين للاوت مثلا نيو سيجنال اقول لك اكسترنال ريسيت ماشي ليه بقى في در انه A601 في در بس A601 جنرال سيجنال او بريكر فيرير انا فاهم دي ماشي فاهم خلاص عملت اكسترنال سيجنال خلاص دلوقتي ما عملتش اكسترنال سيجنال في دي ما عملتش خلاص ماشي بس عامل اكسترنال سيجنال هنا على المين ماشي حبيت اعمل ليه الاساين على دي مستحيل ما تنفعش ما انا كده بكلمك عليه أيوه. هي كبلوك واحد لا هي بلوك واحد هي كونفيجريشن واحد بس كل واحد ماشي يا عبد خلاص ماشي هندسه ديت الحاجه اللي احنا اللي انا كنت عاوز اقولها لك ان دي مهمه جدا ان انت عاوز تعمل اساين الاول للليد وانت مش لاقيه تعمل ايه دي دوختني دي ماشي كونفيجريشن ادي باينري مديولز شيلو اي 601 شيلو اللي هو في راحت فين اكستنال تريب دي اي حاجه بتعملها بتبقى اونلاين على طول لا لازم تبعت ها لازم كنت تعمل اللي انت عايزه اعمل اللي انا عاوزه بس ما كيفي لو ما تبعتش لا لا لو انت غيرت حاجه لازم تبعت للريلي طبعا لو ما بعتش يبقى ما عملتش عملتش على كل دول اوف لاين وبعد كده بس هو بيبقى اونلاين زي سيمنز برضه تقعد تلعب زي ما انت عايز ومره اخر تبعت مره واحده بالظبط زي الاي بي العادي ده تقعد تبعت على كل صفحه او تسيب وبعدين تبعت ما عندوش هو لا لا ما عندوش هو كده خلاص احنا عرفنا ازاي نعملوا الباينري انبوت مديول والليد ماشي والديستربنس ريكوردر خلاص احنا دي اكتيف مجرد ان انت تعمل له اكتيف وايه عشان خاطر مجرد ان انت تعمل له اكتيف بس ماشي ماشي اوكي ده بالنسبه للكونفيجريشن باينري انبوت والاوتبوت وده مهم جدا الحتتين دول انت بتعمل له اكتيف على فكره بتعمل رايت كليك يمين على كلمه اكتيف دي تعمل دي اكتيف او اكتيف ماشي انا شفت اللي هي لا ما خلاص مفيش كلمه اللي كانت على اليمين بعد كده السيتنج الفانكشن انت عندك كم فانكشن هنا انت عندك
حوالي 3 مين فانكشن. البركفيل باسبر. لا عندك الباسبر الاول ماشي، بعد كده بيجي البركفيل ماشي، بعدين بيجي حاجه اسمها ان ديفولت بروتكشن اللي انت بقى يور سيماري حاملها دي ماشي. طبعا الباسبر احنا شرحناه. عاوزين نقول حاجه فيه تاني؟ لا الباسبر والبركفيل احنا عارفينه، هات التالت خلاص الان ديفولت بروتكشن ماشي. لا انت اشرح عشان محمد. باسبر اه بريكر فيل معلش. حاضر. البريكر فيل وحاجه اسمها سيستم، هنبداوا يعني مثلا بريكر فيلير سيتنج. نبداوا البريكر فيلير، هنبداوا واحده. طبعا بريكر فيلير بيشتغل بس فقط مع كل حاجه. البريكر فيلير انا شايف كنت عاوز اقول بس ستيج 2 تشتغل بس فقط. لا اللي كنت عاوز اقول له ايه معلش، عشان البريكر فيلير بيشتغل مع كل حاجه بس عند البريكر فيلير ستيج 2 في الفيدرات في حاجه الوحيده الفرق ما بينها وبين الترانسفورمر ان هي بتبعت المحطه الثانيه دايركت ترانسفير. دايركت ترانسفير ما عدا الترانسفورمر ما بيبعتش. ما عدا الترانسفورمر ما بيبعتش. بريكر فيلير يعني يا محمد يعني انت دلوقتي عندك مثلا لاين اوكي، حصل فولت على اللاين. طيب حصل فولت على اللاين الديستنس هيشتغل او اي بروتكشن عليه هتشتغل اوكي. بروتكشن هيشتغل، عمل تريب بس المفتاح كان فيه مشكله. طيب المفتاح لو فيه مشكله مش هيعمل تريب. طب ايه الحاله في الحاله دي؟ بيخش حاجه اسمها فانكشن اسمها البريكر فيلير. يعني ايه؟ يعني البريكر حصل له فيل تو تريب. في النظريه بتاعته بتنقسم لجزئين، ان هو اول ما بيحصل فولت ويبدا جهاز الوقايه يشتغل، اول ما الجهاز يشتغل الوقايه يشتغل هيروح يدي امر تريب للمفتاح، في نفس الوقت هيدي حاجه بيناري انبوت على الريلي هنا يقول لي انا البروتكشن بتاعتي اشتغلت خلاص. ما يجي له الباينري انبوت ده بيعمل ستارت تايمر، بيبدا يعد. التايمر ده دايما في الغالب 150 ملي سكند. بعدها البريكر ما اشتغلش، بيروح هو يدي الجهاز اللي هو بتاع الباسبار او البريكر فيلير ده بيدي امر ريتريب تاني ماشي. ده سيستم. وبعد كده 150 سكند لو المفتاح ما 150 ملي سكند ثاني ما فصلش يروح يموت لك البره كلها ماشي. لو على اللاين يموت لك البره ويبعت اللمه الثانيه، لان اللمه الثانيه دلوقتي بتغذي لك العطله برضه، لان البريكر فيه مشكله مش راضي يفصل. تروح توديه للمه الثانيه بتاعه الترانسفور اللاين الثاني، البريكر بتاعه اللاين من الجهه الاخرى يعمله لك تريب خلاص. ده حال في سيستم ثاني او في فلسفه ثانيه اقول لك انا عندي البريكر اصلا فيه مشكله، طب انا ادي له ريتريب ليه؟ لا يا عم انا مش هدي له ريتريب، انا بعد 150 ملي سكند هموت له البره واروح المحطه الثانيه يفصل اللاين من هنا، البريكر بتاع اللاين من هنا خلاص. دي النظريه اسمه دايركت ترانسفير. ده مش في حاجه هنا زي باك اب للبريكر لو ما اشتغلش حاجه تشتغل مكانه مره ثانيه. ايه اللي هيشتغل مكانه؟ ما هو ده البريكر فين، هو اللي انت بتقول عليه ده هو البريكر فين. لا مش قصدي، لا هو مش قصده كده. البريكر نفسه مشتغلش. هنعمل بريكرين يعني ورا بعض؟ لا طب هنعمله بريكرين بالتوازي مثلا، حتى لو عملنا بريكرين بالتوازي او ممكن يعملوا بركرين توالي. توازي ايه يا عبد الجليل؟ توازي يا نهار اسوح. استنى ما اشوف. نخلينا في الـ في الـ في الحته دي. بريكر فيل ايه؟ البريكر فيل ايه السيتنج بتاع البريكر فيل؟ البريكر فيل السيتنج بتاعه بسيط جدا، هو كارنت طيب وطيب. عندك هنا دايما بيحطوا 1/10 ماشي، عارف السلسله دي في حاجه بقى مهمه جدا. فاينل سيتنج بيقول لك تي 1 120 ملي سكند. هو ده انت فتحته طيب. والتي 2 240 ملي سكند ماشي. ادي التي 1 120 بس بقول لك ايه، 120 دي بتبتدي من بعد 120 الاولانيه بالظبط، تبقى من اول صفر الثاني 240. خلي بالك من النقطه دي برضه، يعني دايما في الفان سيتنج بيقول لك تي 1 120 تي 2 240 يبقى تعمل 120 ب 120. دي برضه ايه، خلي بالك منها النقطه دي خلاص. اختبر دي حاجه مهمه خلاص. وتعمل ديت التي 2 اللي هي الريموت تريب.
خلاص الريموت تريب. اه ماشي ده حاجه. طيب الريموت تريب ديت في حاجه مهمه جدا عاوزين نتكلموا فيه. يعني ايه ريموت تريب؟ يروح يفصل المحطه من التاني ولو ما علمتش عليها تشكي علي كده اهو. لو ما علمتش عليها ما علمتش عليها مش هيشتغل خالص. مش هيشتغل ايه بقى؟ الاوتبوت اللي هيشتغل مش هيشتغل. الاوتبوت بتاع الريموت مش هيشتغل. مش هيشتغل عموم خلاص يبقى احنا في. طيب في حاجه ثانيه. انت لاجي بيترب بكده صح؟ ايه انت لاجي من هنا بيترب؟ لا موجود. طب انت مش معانا مالي ليه؟ لا ده ريموت. ريموت دي ريموت تريب. شريط تريب. ريموت تريب ده ريموت تريب. اه خلاص. طيب وعندك اتنين كونتاك يعني واحد ريتريب والتاني ريموت. اه ماشي. طيب خلينا في حاجه. اكيد في اتنين كونتاك في الاول ما بتعتمدش على الطيارة صح؟ زي ايه؟ البخلش ما بيعتمدش على الطيارة صح؟ صح. طيب في الحالة دي يا عم الحاج انا لو البخلش اشتغل مفيش طيارة يعني مفيش طيار فولت ماشي. في الحاله دي اعمل ايه؟ حاجه اسمها تريب ترانسفير. تريب ترانسفير يا عبدو باي باس. حاجه اسمها باي باس مش تريب ترانسفير. عشان نبقى كده دي حته دي برضو دي باسبار على طول مش كده؟ ها دي باسبار على طول. باسبار فيو اللي هي اسمها ربي. طب انت بتعمل باي باس عليها ليه؟ طيب دي حاجه مهمه جدا. مش باي باس سويتش اللي انت عطته ده انت لو فتحته مش هيشتغل. هو على حسب هو عاوزين يختاروه ولا لا بيديله فاسيلتي يختارها ولا يعني. في حد هنا في حته في السيتنج برضه اسمها اعمل ريسيوم عبد سيتنج. ماشي حاجه في السيتنج مهمه جدا اسمها سيستم ريسبونس. ماشي خلال سيستم اسمها ريموت تريب امبالس سويتش. خلاص دي برضه حاجه متعلقه بالبليكر فيل ديت اللي الويدز بتاعه البلصه اللي هو هيبعت بيها للريموت. خلاص دي برضه هنقفل 200 ملي سكند يعني بدنا نقفل 200 ملي سكند وبتختبرها برضه. خلاص ده بالنسبه للبريكر فيل اند فولد بروتكشن. اللهم صل عليك يا نبي. ارجع معلش تاني على البريكر فيل وهات البتاع اللي انت قلتها الاخير. لا من جبتها ما انا قلت لك اهو من سيتنج برضه سيستم ريسبونس. ريموت تريب امبالس سويتش. ماشي عندك ايه تخش السيتنج عندك فولت ان ديفولت بروتكشن. ليه ان ديفولت بروتكشن؟ اشرح الاول بقى على الورقه كده عشان انا هشرحها عشان برضه تتسجل.